دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو العمل في مشروع سفلتة شوارع داخلية في مدينة عتق بطول 1.9 كيلو وعرض 10 أمتار وستة أكتاف جانبية. وتبلغ تكلفة المشروع 447,368 دولار من مبيعات نفط العقلة في مديرية عرماء. وأشار المحافظ إلى أهمية مشروع زفلتة هذه الشوارع الجديدة بالمدينة، منوها إلى مواصلة العمل على تحسين بنية الشوارع الحضرية لها واستكمال زفلتها وتزويدها بمنظومة الخدمات الأساسية من الإنارة والتشجير. أول عمل لنا تقريبا بعد 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات، طبعا هذا يعود الفضل الله ثم بفضل الأخ المحافظ، قدم لنا الدعم السخي للمؤسسة العامة طرق القصور، حيث قام بإعداد أو بإصلاح جميع معدات المؤسسة، يعني كلها معدات، وأيضا الخلاطة معنا خلاطة الآن أيضا نقوم بإصلاحها، والحمد لله اليوم دشنا العمل. وطول هذا المشروع حوالي 600 متر وعرض 10 متر، ونكرر شكرا الجزير للأخ أستاذ محمد صالح بن عديه محافظ شبوة على الدعم السخي لنا.